النهارده فطار جماعي بمناسبه ان احنا في رمضان، فقررنا نعمل فطار يبقى فيه للكلاب والقطط والبني ادمين. الكلاب والقطط واللي في الشارع دول موجودين من قبل ما احنا نتولد، وكل الناس كانت بتتعايش معاهم بمنتهى البساطه، فمش فاهم فجاه ليه بقى في عنف تجاههم لدرجه ان احنا نقتلهم او نعذبهم. احنا كده كده لما باجي اقعد في وسط البلد في قهوه بلدي في الشارع باكل، يعني كده كده لازم يبقى في كلاب وقطط حواليا، ف يعني هم في الغالب بيبقوا برده يعني موجودين طول الوقت كل مره بقعد يعني. ف ايه المشكله ما نجيب لهم اكل بقى وناكلهم معانا. فكره انك تفطر ناس موجوده جدا طول الوقت في كل الاماكن، ولو بس يعني قدامنا على طول اهي قدامنا مائده للناس كانت بتفطر عليها، فاحنا مش بعيد خالص والناس كلها بتعمل ده. وبس اللي ناقص ان احنا ناكل الكلاب والقطط. اكيد اللي بيحب الكلاب والقطط يعني ما عندوش اي مشكله ان هو يعمل عمل خير للبني ادمين. الكلام اللي بيقول ان في كلاب شارع عدت 130 الف حد في الشارع، اعتقد ان هو مش صحيح. ممكن يكون تهويل شويه، وممكن يكون نتيجه فعل، يعني ما ممكن انا اكون اذيتهم فهم بيحاولوا يدافعوا عن نفسهم. ما هو انا يعني يا جماعه مش هينفع ان انا مثلا اضرب كلب في الشارع وانتظر ان هو يسكت. اكيد هيعمل حاجه، حد بيرميه بطوب، حد بيحاول يموته يعذبه، طبيعي لازم يدافع عن نفسه. وانا لو حد جه لمسني ما انا برضه هحاول ان انا ادافع عن نفسي. كائنات بتحس، كائنات متعذبه. عندنا في مصر ما لا يقل عن 50 مليون حيوان مشرد. الارقام الاخيره اللي طلعت في 2012 قال لك 14 مليون كلب بلدي في القاهره، تاني سوري في مصر كلها. فعندنا 14 مليون كلب جعانين، 14 مليون كلب بيتعاملوا غلط، 14 مليون كلب بيتأذوا يوميا. عربيات تعدي، موتوسيكلات تعمل مشاكل، اطفال تحدفهم بالطوب، ناس تسمهم. انا شخصيا اتسملي 38 كلب براعيهم تحت بيتي في جراج عند البيت، الكلام ده ما فيش من حوالي 4 شهور. من ضمنهم بعد حادثه مدينتي الاخيره 6 جراوي انا اللي كنت برضعهم بنفسي احطهم في عربيه، لان امهم عندها اجريشن، هي بتخاف بعد الخلفه على طول ما بتعرفش ترضعها. بشارك ليه؟ بشارك عشان دي المفروض يعني ابسط حاجه. مقياس الدول المحترمه كلها بلا استثناء بتتقاس باضعف كائن فيها. احنا عندنا هنا يعني اللي هو الانسان المفروض الاعلى، الكائن ما فيش اي احترام ليه او اي ان احنا نقدره، فبنحاول ان احنا نساعد لا اكتر ولا اقل، بنحاول نقدر نعمل اللي علينا. عايز اقول لك والله مش بيهمهم الاكل، ما بيهمهمش ان انت تيجي تاكلني وتشربني. الكائنات دي انا عندي استعداد اثبت لك بنفسي، هطبطب على كلب غريب في اي منطقه انت تختارها، انا مجرد ما هلمسه شويه حنيه خفيفه جدا هيمشي ورايا شارع كامل. محتاجين حنيه ليه؟ علشان ما بيشوفوش من البشر، هم بيكرهوا البشر، هم شايفين ان البشر دول كائن بيضربني. انا بتولد بطلع من تحت العربيه او صغير كلب ما بعملش اي حاجه خالص، بلاقي الناس، بلاقي اطفال بتمثل بيا، اللي بيربطوني، اللي بيعذبوني، اللي بس. لا خالص مش قرفانه، يعني بحب القطط جدا، بحب قطط الشارع والكلاب، حيوانات اليفه. بص يعني ما بتعملش حاجه، مش مؤذيه، حب الحيوانات الاليفه عامه، حب كل الحيوانات، عشان توعيه كمان للناس، يعني كل الناس تشارك ان هي يعني قطط وكلاب بيحسوا بالجوع زينا وبيحسوا بالعطش زينا، فلما احنا نرحمهم تنزل انزليكم. لما احنا نرحم الحيوانات دي يعني اكيد هنبقى رحماء ببعض اكتر يعني.